اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظه المنيا. احنا بنحييكم النهارده. احنا في واحد من اهم المساجد التاريخيه في محافظه المنيا، هو مسجد اللمطي. هذا المسجد اللي يتبع هيئه الاثار، طبعا له تاريخ وقصه وحكايه وروايه، ده هنعرفها من مسؤول الاثار بمحافظه المنيا. اتعرف بحضرتك محمد نادي فتح الاثار. اهلا وسهلا بيك. عايزك تكلمني عن التاريخ بتاع المسجد وليه سمي باللمطي. كلمني عن تاريخ المسجد. المسجد يعود، بس علي صوتك شويه عشان المشاهد يسمع. المسجد يعود للعصر الايوبي، حيث انشئ سنه 578 هجريه، ولكن في بعض الاراء بترجح ان هو انشئ في اواخر العصر الفاطمي. هو يقع على كورنيش النيل بمدينه المنيا. طبعا في تجديد حصل كتير للمسجد، عدت على مرار العصور بها، وقد أقام أحد أبناء هذه الأسرة بتجديد المسجد سنة 578 هجريا، وتوفي في مدينة المنيا. كما أطلق على هذا المسجد اسم مسجد الشيخ سعد، وهو أحد المتصوفين، حيث أن مدفنه قد ألحق بجوار المسجد من الناحية الشمالية الغربية في عصر لاحق على بناء المسجد. طب تعالى نخش شوية، قول لي العمدان دي إيه اللي هي مقدمة دي. طبعا بالنسبة ده بالنسبة للجزء التاريخي اللي يخص المسجد، ولكن بالنسبة للجزء الأثري أو المعماري هنا، طبعا ده كان هنا كانت في سقيفة تتقدم المدخل هنا، فكانت مقامة على أربع أعمدة، ولكن طبعا مع مرور الزمن وعوامل الزمن وتغيير المناخ تم تهدمت ولم تبقى منها إلا سوى هذه الأعمدة على أربع أعمدة. تفضل يا دكتور. احنا دلوقتي داخلين معاكم مسجد اللمطي، هتشوفوا تحفة معمارية مميزة جدا، يعني تحفة معمارية جميلة ومميزة. هنسمع قصتها وحكايتها وروايتها مع مفتشي الآثار محافظة المنيا. تفضل يا دكتور كلمنا بقى عن المسجد. المسجد يتبع يتبع التخطيط التقليدي، والتخطيط التقليدي اللي هو كان على غرار مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام لما بدا مسجده في المدينه واسس المسجد كان عباره عن صحن اوسط مكشوف، اللي هو ساحه مكشوفه تحيط بها اروقه القبله لاماكن الصلاه. فكانوا طبعا واحد، وتم الحاق واحد واثنين رواق، حتى وصلوا اربع رواق، رواق في كل ناحيه وفي كل اتجاه. تمام. طبعا هنا المسجد تقام من صحن اوسط مكشوف تحيط باربعه اروقه اكبرها رواق او ظله القبله، اللي هي بيت الصلاه اللي تحتوي على المحراب والمنبر. المسجد طبعا هنشوف هنا في حاجات مميزه، ان هو يحيط بسور الصحن الشرفات، وهنا شرفات مدببه. تمام. اعمده المسجد هنا هتلاقيها من الرخام، ولكن هتلاقي في تنوع او اختلاف في اعمده المسجد. كما ذكرنا سابقا في مسجد عمران، ان هنا ده يرجع هذا التنوع او الاختلاف، لان الاعمده دي كانت بتستخدم او تستجلب من اماكن ثانيه تم هدمها، سواء كانت معابد او كنائس تم هدمها وتهدمت قبل ذلك، وكانت بتقوم عليها بيتم بناء المساجد عليها. هنفضل بقى الرواق القبله. بس قبل ما ندخل في حته هنا بيطلعوا لها بسلم اهو زي ما حضرتك شايف. تمام. ايه دي بقى؟ دي هنشرحها من جوه. طيب اتفضل. احنا داخلين مع حضراتكم الرواق الاساسي في مسجد اللمطي، وهو الرواق الخاص بالصلاه، وهو ده بيت الصلاه زي ما كانوا بيسموه. هنعرف هو بيقولوا ان كان في تجديدات في المسجد قديمه، ففي بعض العصور اللي موجوده في المسجد زي العصر المملوكي، العصر الايوبي، العصر الفاطمي. هنعرف قصه المسجد وحكايته. هنا طبعا ده رواق الصلاه، وبس الصلاه ده بيكون اكبر رواق، لانه بيكون فيه جدار القبله والمنبر. تمام. طبعا اللاجئين مقسم الى ثلاث بلاطات مقام على اعمده، تحمل الاعمده ويعلى الاعمده عقود. تمام. ودي لتخفيف الاحمال، بحيث ان هو ما يعني تخفيف حمل السطح والحوائط على الاعمده. السطح زي ما احنا شايفين يعتبر سطح خشبي. تمام. وده طبعا ما كانش فيه امكانيه الصبه والخرسانه زمان، فالسطح الخشبي ده كان مميزات ان هو طبعا في عازل بينه وبين الحراره. تمام. ويمكن هو ده سبب انشاء الصحن الاوسط المكشوف، كان يستخدم لتهويه واضاءه المسجد، لان حديث قديما ما كانش فيه طبعا ولا اضاءه ولا كهرباء، فكان الجو في شبه الجزيره العربيه سخن جدا، ففكره انشاء الصحن الاوسط ده منها اضاءه للمسجد وتهويه، لان الجو حر طبعا، فما كانش مكان مكفول. هنا نلاحظ ان هنا موجود طبعا محراب،
خالي من الزخارف تماما. الى جواره المنبر تمام. وكما ذكرنا سابقا ان المنبر بيتكون من باب المقدم تمام، ثم الطرابزين والرشتين وبابي الروضه، ودول كانوا يستخدموا لدخول الحاكم او الخليفه بعد مواقيت الصلاه، فكان ايه حتى يتجنب قطع المصلين ما بين المصلين وبين الامام. وهنا يوجد المرسوم الطريق الى جانب ال طب نخش عليه كده، هو عباره عن لوحه رخاميه. رسم بالامر الشريف السلطاني المماليك الظاهر محمد ابو سعيد جكمك نصره الله نصرا عزيزا، بابطال ما فرض على الجهات الهلالي بمنيه بني خصي. دي المنيه كانت مسمى في الاول منيه بني خصي، منيه بني خصي، بالاعمال الاشمونيه المضافه والمخوله والمصبغه والصادره والوارده، وذلك باشاره المقر الاشرف العالي الزيني استدار العالية الملكي المالكي الظاهري أعز الله أنصاره، ويسيطر على ذلك في الصحائف عصر مملوك. دي عصر مملوك، دي لوحة العصر المملوك اللي هي بتاع الضرائب، مرسوم ضريب. شغل ترميم برضو لسه برضو، يعني حاجات برضو محتاجين ترميم بحاجة. دكة المبلغ اللي هي دي اللي هي بيطلعوا لها بدرج سلم، هي عبارة عن مكسورة خشبية مولة على أربع أعمدة خشبية يتم الصعود عليها عن طريق سلم خشبي. دي كانت دكة المبلغ. ايه فائدة دكة المبلغ او ايه سبب نشأتها؟ طبعا ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان العدد قليل، او عدد المسلمين ما كانش كتير جوا في الجامع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فكان كله بيسمع صوت الله اكبر الله. بعد تزايد عدد المسلمين دكتور محمد بس عشان الناس تتفرج على تعالى معايا، بعد طبعا تزايد عدد المسلمين واتساع مساحة المساجد طبعا اصبح دلوقتي ان ممكن الامام يكون صوته ضعيف او مش بيوصل لاخر حد، اخر المكة اخر صف في المسجد، وخصوصا لو كان ممكن يكون في نساء وفي حاجب. فكان الفكره ان هم انشئوا بقى دكه المبلغ اللي هو بيقف عليها امام تاني يردد ما يقوله الامام الاول. يعني مثلا الامام الاول بيقول الله اكبر، تلاقي الامام هنا بيقف هنا بصوت اعلى بقى، يكون حد صوته جهور صوت قوي يقول الله اكبر، بس انه اخر الصفوف عشان اخر الصفوف برضو هو كان كانت الساحه هنا برضو كان بيبقى فيها مصلين. دي مثلا لو في الاعياد الجمعه، لكن احنا بنتكلم في العموم ممكن الاروقه المؤخره دي او الاخيره دي والصفوف الاخيره كنت تسمع الامام. لو الامام هنا طبعا ما كانش فيه مكبرات صوت، ما كانش فيه سماعات، فكانت الفكره ان هو بيكون حد صوته جهور بيردد وراء الامام. يعني دكه المبلغ دي موجوده في كل العصور، يعني كل المساجد اللي اتعملت في العصور الفاطميه؟ لا مش كل، بس هي معظم يعني كانت تقليد سائر لو فتره ايه زحمه المصلين في المساجد وعدم سماع المصلين او اشتكاء المصلين الاواخر او اخر الصفوف من طبعا عدم سماع الامام وعدم اتباعه بعد المساجد في القاهره. ايوه، فهو فطبعا كان لازم يكون في دكه مبلغ تسمع ان هو حد بيردد الامام او بيعرف الامام انهي شعير او انهي ركن في الصلاه دخل اليه.